سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامي، أنا عندي مشكلة مع المقدمة حقتي، فاهمين؟ يعني مقدمة كبيرة مرة، فيبغى لها سريع على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان من قناة كرم السيفر، اليوم راجعكم في فيديو جديد. في لدغات، فعشان كذا مقدمتي كبيرة. اليوم جايب لكم تقليد شيلات سرقتها من بلا سرقتها بلا كلام، هي فكرة لقيتها واخدتها، يعني عادي زي ما الناس، يعني لا تقعد تسوي لي محقق كونان، يعني عادي. يعني اول شيء نقلدها من نظرة الرجال، فيلا نبدأ. بسم الله، يلا. يا اخوي قلنا لك من نظرة الرجال، ما قلنا لك علان. هذا ممكن يجي بسرعة. صراحة ما جت مرة مرة مرة، ما زبطت ما زبطت. لا، الثانية. يلا بس، يلا شيلات، يلا نشوف ايش في من الشيلات. مرة يلا يلا يلا، نحطها هنا. والشيلة اللي تيجي نحاول نعرف. عليها الحرام وذن جيدن، ما ترجك يا ابو عيون سود وحداني. لكن عليها الحرام وذن جيدن، ما ترجك يا ابو عيون سود وحداني. بس لا تخافوا، كل الشخصيات راح تكون انا. تدرون ليش؟ لان ما عندي ممثلين، فراح انزلها على طريق ممثلين. اذا صيام اثر على المخ شوي، عن طريق ممثلين راح امثل. خلاص امثل بس. يلا سلام عليكم. خلاص انا
تلخبط صايم ضرب مخي خلاص يلا سلام. الله اكبر ايش يا ابن حلال ايش سلام ايش هذا كذا سلام والله حتى السلام يعني ضرب عليه خلاص يا اخي يلا. كم مرة اقول لك لا تسوي زي كذا يا اخي ما انت بصلاة كذا خلاص سلام عليكم.